انا بس حاسه ان انا متوتره شويه ومحتاجه حاجه تهديني. المهدئ ده مش هيساعدك في حاجه غير انك ترجعي. انسي موضوع المهدئ ده خالص. طب اعمل ايه يا ستي؟ اي حاجه غير الحلول القديمه. مريم اسمعي، لازم اشوفك بسرعه عشان اشوف هنعمل ايه، وهكلمك النهارده بالليل تاني عشان اطمن عليكي. طب خلي بالك من نفسك. تمام، يلا سلام. مين دي بقى اللي لازم تشوفها بسرعة؟ دي مريم ندى صاحبتك بتاعت دبي؟ هي رجعت من السفر؟ رجعت. نفسي تهتم بيا يا شريف زي ما بتهتم بالبنات اللي في شغلك وصحباتك. نيفين، البنات اللي انا بشتغل معاهم دول بهتم بيهم بحكم ربي ناحيتهم. وبعدين ما انا حكيت لك عن مريم من زمان. شريف، تفتكر من حقي ان انا اغير عليك؟ من حقك طبعا، بس لما يكون في سبب للغيره دي، مش عمال على بطال. انا لازم انزل عشان عندي اجتماع. وانا هروح. انا مش هرجع النهارده بدري، عندي شيفت بالليل. من غير ما تقول يا شريف انا مش راجعه هنا بعد الشغل. يا حبيبي كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كوكي. انت طيبه بس بلاش كوكي دي. سوري نسيت. تعالى ما شاء الله تسلك زيت يا راجل. انا بقى عايز ايه؟ مامي؟ لا يا حبيبتي، انا هاكل بعد بابا ما يخلص اليافطه. طيب مش هيتفضل حاجه يا راجل؟ تعالى بس هنشوف. قول لي ايه بقى ظروفك؟ صاحبتك ما كلمتكش لحد دلوقتي، ايه حلقت لك؟ انا مش مصاحب يا عم. يا عم تسيبه في حاله يا عم، ما تكسفوش. ايه يا عم بطمن على خالص صغير دي؟ ايه لا هو كده كويس، اطمن مفيش حاجه للمعلم. اتفضل يا كريم. شكرا. قاعد اذنك. اتفضل يا زين. شريف لسه زي ما هم. تسلم ايدك. ما تنسى الكلام ده كله. السنه اللي فاتت الحقيقه طلع عليا كلام كتير جدا على الانترنت، زي مثلا ان انا طارق حبيبتي طفل سوير. طبعا كلب سوير. الموضوع الحقيقه كان بيأثر فيا جدا. موبايلك خصوصا ان انا هنا هاخد فلوس اكتر بكتير جدا حقيقة. مين؟ نمرة ما اعرفهاش. حاطين فيها سلك على فكره، دي لطيفه خالص والله العظيم. على فكرة السبب ان انا بزيها هنا من وسط البلد في مدينة الانتاج ان انا بحترم، يعني عامل حساب ان الطقي شهر البحر بص وبيخف من في الاخر بصراحة. ما ترد جايز حاجة مهمة. حتى لو مهمة يعني مش وقته. بس اي حد بتابع القناة هيعرف ان هي انا عارفة مين. مين ايه؟ انا اصلا ما اعرفش مين اللي بيتكلم. كفايه توتر بقى. انا مش كويسه خالص يا شريف. ليه بس؟ تعبت من الكذب، مش قادره اعيش كده وانا مخبيه على حياتي. مش ده يا بنتي كان اختيارك من الاول؟ كان اختيار زفت. في دي عندك حق، في حاجه عندنا بتقول حجم مرضك من حجم اسرارك، وانت طول ما انت شايل السر ده تفضلي تعبانه. انت قريت الكتاب اللي انا بعته لك؟ ايوه قريته. طب وبعدين؟ وبعدين في ايه يعني؟ مش فاهم. طب الكتاب لسه عندك ولا لا؟ بيتهيألي يعني، بس انا سبته في بيت اهلي لما اتجوزت. هجيب لك نسخه من العربيه قبل ما امشي. الكتاب ده مش حاجه نقراها وخلاص يا مريم، ده اسلوب حياه بنعيشه كل يوم، مش حاجه بتتقري مره ونرميها. انت لازم تشتغلي برنامج. وجودك في دبي كان بيساعدك عشان الحياه هناك كانت مقفله، وده كان بيحميكي. بس خلاص دلوقتي انت رجعتي مصر، وجودك وسطنا هو اللي هيحميكي. لازم تشوف المشرف وتحضر اجتماعات.
وهقول ايه لحاتم وانا رايحه الاجتماعات. هكدب عليه تاني؟ عادي يعني، قولي له اي حاجه. يا سلام. احنا ليه مش بنكذب؟ ليه بقى يا سيدي؟ عشان الكذب بيجيب رجلينا خطوه خطوه لغايه ما بنقع. ده الكذب اللي بيأذي. لكن في حالتك انت لا، لو هتكذبي عشان تحضري اجتماع يبقى بتكذبي عشان تحمي نفسك. وبعدين يعني اعتبريها انك بتخبي عليه لغايه ما تيجي الفرصه انك تقولي له كل حاجه. مش كل حاجه قوي، مش لازم التفاصيل. لغايه ما تديله فرصه انه يفهم وتحكي له اللي انت تقدري تحكيه. ما افتكرش ان انا اعرف احكي له. ده الدكتور اللي احنا بنروح له، انا مش عارفه اقول له الحقيقه. مش عارفه يعرف يساعدنا ازاي وانا بحكي له نص الحقيقه بس. خلاص اقول له انا. ازاي؟ لما تروح عنده المره الجايه كلميني وانا هتصرف. طب هو ينفع يعني لو طلبت من الدكتور ده يديني اي نوع من انواع المهدئات عشان بس يهديني شويه يا شريف؟ شويه بس. تاني يا مريم، ما انا قلت لك 100 مره قبل كده احنا ملناش مهدئات. ما بتسمعيش الكلام خالص؟ انت كده بتاخدي اول خطوه ناحيه الوقوع على فكره. بس انا خدت. انت كده ما عملتيش حاجه. رجعتي برضو للحلول القديمه. كل اللي عملتيه بس انك غيرت الطريقه. ده مش حل، ده هروب. دوري على حلول بجد، حلول تحميكي من نفسك. انا بصراحه نفسي الاقي حل اقنع حاتم ما يضغطش عليا في موضوع الخلفه ده. تعبت قوي. انا متفهم من خوفك انك بتكذبي عليه او بتخبيه، لكن خوفك من الخلفه ده بصراحه انا مش فاهمه خالص. مش عارفه، خايفه. خايفه يكون موضوع المرض ده بيتورث. يا ستي والله العظيم المرض ما بيتورث، مفيش اي حاجه علميه بتقول انه بيتورث اصلا. والدليل على كده اهلي واهلك، هم حاجه واحنا حاجه تانية خالص. جايز؟ لا مش جايز، ده اكيد. والا ما كانش حد فينا خلف. انت ما خلفتش. انا ما اتجوزتش اصلا. هو جايز انت كمان خايف من الخلفه؟ لا انا الموضوع بالنسبه لي مش خوف من الخلفه، انا خوف من الجواز نفسه، يعني عادي زي اي حد. انت خايف من الجواز وانا خايفه من الخلفه، كله في الاخر خوف. فواتير يا مادي بمناسبه الدفع. دي الشبايه السوداء. لو كنت اشتغلت برنامج كان زمانك معاكي واحده زيها. صباح النور. انا شريف. اتفضلي. مريم اول واحده بطلت فيها. دي حاجه ما تستهينش بيها. مراتك قويه جدا. اقوى من رجاله بشنبات. بس هي يعني خافت تقول لك. زي ما كتير مننا بيخاف. كلنا بنخاف من الرفض. بنخاف الناس تتعامل معانا على اننا اقل منهم. لاننا بنعاني من مرض ربنا عافاهم منه. وده اللي لازم تستوعبه كويس. الادمان ده اختبار مش اختيار. احنا ربنا صابنا بمرض مزمن ملوش علاج. كل في ايدينا نعمله ان احنا بنحاول نسيطر على المرض ده. وبصراحه ما بنعرفش نسيطر عليه من غير مساعده الناس اللي حوالينا. مريم محتاجة لمساعدتك. وقوفك جنبها عشان تعرف تسيطر على المرض ده. وجودك جنبها هو أحسن علاج ليها في الوقت ده. حبها ليك وحبك ليها هيقويها على مرضها. وقع في يوم تفتكر إن هي بتمر بيه ده حاجة سهلة. مريم بتعافر كل يوم عشان تفضل الست اللي أنت بتحبها دي. أنا بعافر. كل مدمن متعافي بيعافر كل يوم عشان يحافظ على تبطيله. كل يوم تبطيل هو يوم ميلاد جديد ليه. عشان كده مريم محتاجه دلوقتي تتحول من ممتنع لمتعافيه. يعني من شخص بطل لوحده لشخص بيتعايش التبطيل مع ناس شبهه. كتير مننا حافظوا على تبطيلهم عن طريق البرنامج. ومريم عارفه الكلام ده كويس. هي يعني ما جاتلهاش فرصه بس انها تشترك لانها كانت خايفه منك. بس دلوقتي الظروف اتغيرت. وانت عرفت. والسر اللي كان تعبها خلاص شريته من على اكتافها. فلازم بقى نتعامل مع الواقع. مساعدتك ليها ووجودها جنبينا هيحميها.
كنت اتمنى اقابلك في ظروف احسن من كده. وانا كمان. معاك رقم يبقى تقدر تكلمني في اي وقت. شكرا. انا مقدر موقفك. ولو كنت مكانك كنت هتلخبط نفس اللخبطه دي برضو. بس يعني في وسط كل ده افتكر هي قد ايه بتحبك. انها ملهاش غيرك. أنا يا عم طارق مش هنطير. بالراحة يا عم. تعبنا معاك أنت ها؟ طب بالنسبة للسبق اللي احنا فيه ده. أنت لسه قدامك سبق طويل. يلا يا بطل خش. أوضتك إيه؟ حضنها لك مخصوص. اقلع. انا دايم باخر ضربه قبل ما نيجي يا عم. والله العظيم عارف الاحتياط واجب برضه. اقلع. هات السيجاره دي. هات السيجاره. حاضر حاضر. استنى لك هتقعد سنه. حاضر. امسك. اخلص بقى. اخلص. اهو. اقلع. وطي بقى يا معلم. يا طارق وعد الله ما معايا حاجة. يا عم وطي كلنا وطينا قبل كده. يلا اخلص بقى. اهو.
يا جدعان انا جايب مزاجي بقى ما تفصلوناش. نضيف تمام، مش قلت لك يا سيدي يا ما قلنا احنا لنا كلمه اصلا. خد ابس اكتر من كده. لا انا دمك خفيف يالا، وحشتنا بس نفسي مشوش وشك هنا تاني. ماشي نفسي وحشنا. خلصتوا؟ خلصنا. ضربت مع حد من نفس السرنجة من ساعة ما خرجت من هنا آخر مرة؟ مش فاكر. ربنا يستر بقى. وجاي تنفخ عجل برضو ولا جاي تتعالج بجد؟ مش عارف، زي ما تيجي تيجي بقى، يمكن تلقط. عموما انت بتطل الرجالة، هيك بس تسترجل المرة دي ولا ناوي تقضيها معانا على طول؟ انا مش عايز مشاكل، لا مع حد ولا مع نفسك. طب احدفه سجاير. اديله سجاير يا عم. ماشي يا سيدي، متعودش على كده. تعال نشوف شادي. انا زمان ونايم دلوقتي. مش مشكلة. انا كويس. ها؟ ما بدخلش. ماشي. أكلك لسه زي ما هو يا شادي. لازم تحاول تاكل. بعدين خلاص هانت، كلها يومين والمرحلة الصعبة اللي انت فيها دي تعدي. بس انت وجدع. الو باشمهندس حاتم، في ضيف عايز حضرتك بره اسمه شيف زهران. خليه يتفضل. انت عندك ميعاد ولا ايه؟ اه. اخلعنا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. طب انا في المكتب. ماشي اتفضل. تشرب حاجه؟ قهوه ساده ممكن. سيد قهوه ساده. بص انا عارف انك مخضوض، وانا لو مكانك كنت هبقى مخضوض كده ويمكن اكتر كمان، بس خليني اقول لك حاجه احنا بنقولها لنفسنا دايما في البرنامج. ركز في النهارده، في النهارده وبس. واللي فات؟ اللي فات مات. طب واللي جاي؟ ما هو انت لو ركزت في النهارده اللي جاي هيجي زي ما انت عايزه يكون بالظبط. انا مش متاكد اني هقدر اعمل كده. انا شغلتي اني اتوقع المشاكل وحلها قبل ما تحصل. مش هعرف ما افكرش في اللي جاي. طب ايه رايك تيجي تقضي معانا يوم في الهاف واي؟ هتشوف ناس هناك كل تركيزهم في اليوم اللي هم عايشينه بس، ونفسهم ان هم يعدي عليهم بنجاح، واللي ينجح يوم قادر ينجح كل يوم. ايوه بس انا مش زيهم. انت مش زيهم بس مريم زيهم وزي. ولو عايز تساعد مريم بجد لازم تعرف هي محتاجه ايه، وتستوعب هي بتفكر ازاي، أو على الأقل يعني تساعدها إنها تفكر بالطريقة الصح عشان تعرف تنجح يوم ورا التاني. صباح الفل يا بطل. صباح الخير. قوم بقى غير هدومك كده، خد لك دش واحلق دقنك وحصلني على تحت. مش عايز أنزل يا شريف. أنا مش عايز منهدى. غير هدومك يلا عشان نفطر مع بعض. يلا. بلاي ستيشن على الريق كده. يلا يا شباب. طب ماشي تفطر. شباب يلا الفطار. الفطار ارمي سجارتك يا سمير. يلا بس انا بقول لك زي ما كده. شباب يلا يا كابتن ميسي تعال خش. يلا يا عم سمير شويه فول بقى يا عم. طول
على اساس ان انت اللي طبخ. هات لنا عيش بقى من هناك. عيش معانا؟ صباح عم طارق. عم طارق احنا في موقف عبود يا ابني ما تاكل. طعميه يا بقى ما اجي اكلك بقى المره الجايه. اغمس لك طب شويه فول. مفيش حلاوه يا عم طارق. انت جاي تفوق هنا بقى عليا. ما تاكل يا ابني. اه احسن. في ناس بقى اللي هناكل فيها. ما تاكل في ايدك يا عم سمير. اكل في ايدي ازاي حسين؟ كده اهو. ده بيقلش علينا على الصبح. بقول لك ايه يا ابني؟ انت شكلك اصلا بتتلكك عشان ما تغسلش السحور. يعني يوم ما ناكل من ايد حسين ناكل بايدينا؟ عدي يا بقى عم سمير. ينفع كده عم شريف؟ وما تاكل بقى حسين. ليه كده طيب يا شريف؟ ما تقوم انا اجيب الاطباق هنا. اصل يا شريف اصل. بس انت الحمو طول اليوم احنا لسه في اوله ها؟ صباح الخير يا عم شريف. شكرا يا عم سمير. ترشيد حبيبي حبيبي. بسم الله عامل الاكل ده طعمه حلو. ادي عمك طارق. يا سامح حبيبي عم طارق. عم طارق اهو الفطار على نضافه اهو. والسعر يا عم. تعال والله ليك وحش يا عم. تعال صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. تعال يلا يا جدعان حسين وسام. نجملك في الافراح يا سيدي. كل اتنين يشيروا مع بعض في طبق بقى ويخليهم جدعان. وانا عشان راجل محترم هضحي عشانكم وهاكل بيه. وكانك هتضحي باطباق امك. ربنا حلو. سمير خف. حاضر. وبعدين بقول لكم ايه؟ النهارده عندنا ضغط كبير. لو حد فيكم ما خلصش الجد وعنده اجازه مش هينزلها. لا والنبي عم الشيف انا عايز انزل. انا لو اعرف ان الدنيا كلها غسيله بق كنت سافرت اوروبا وغسلتها هناك. اكرمني. بذمتك في اوروبا كنت هتشوف الخلق دي؟ اكيد لا. على الاقل ما كنتش هشوف عم سمير. كنت ابعته لك على هناك. ربي معاك. بس نظريه نظريه. صح؟ لا هناخد عم طارق معانا. ادي عمك طارق. ما تقوليش ادي حد تاني. عمك طارق. انت صاحبي. الو. ايوه يا شريف. أنا وصلت. طب أنا طالع لك على طول. لا حالا حالا. مع السلامة. أنا فين؟ واحد صاحبي جاي لي بره. طيب جبنة. مش عارف. يا شريف. طعمية بقى أنت في الطعمية. باشمهندس حاتم. افتح. ازيك؟ يا اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. معلش هو مكان بيتوه شويه. لا تمام تمام مفيش مشكله. المكان ده اسمه ريكفري هاوس. اللي بيجي هنا بيجي عشان يغير حياته. وانا جبتك عشان تشوف ده بنفسك. ها؟ مين عارف انه مش هينزل اجازه النهارده؟ انا عم طارق. ما اكلمكش انت. يا حسين في حاجات من اللي وراك ما عملتهاش؟ هعملهم امتى طيب يا طارق؟ ما لسه غاسل الاطباق جوه في المطبخ. اطلم دي بقى وصيع. ما كل الاطباق دي هتغسلها برضه تاني. وما فيش حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفطر معانا بقى. مين هيقعدنا جنبه يا شباب؟ يا سلام. تعالى يا عم تعالى. اهلا بيك. اتفضل. شكرا. اتفضل اتفضل. قوم يا حلو قوم يا حلو قوم يا حلو قوم يا حلو كده على جنب. شكرا. حماتك بتحبك. الحق بقى اقول لك حاجه قبل ما الاكل ده يتنسى. دول بقى الشباب اللي زي الفل اللي جايين هنا عشان يبطلوا. حاتم يا جماعه صاحبي وعنده حد متعافي في البيت. هيحضر معانا النهارده اجتماع الاهالي. اهلا بيك. طارق برضو متعافي وبيشتغل معايا هنا ويبقى جوز اختي. ليك في البصل بقى؟ خد دي شويه بس. خد دي بقى مقشره. شكرا. دي لعمك صارق. كل يا سمير ما تعملش فيها صاحب بيت. كل يا عم صارق. كلك واجب يا عم صارق. والله عم صارق طول عمرك. ده كده زودت توك توك رسمي.
شكلك مش جعان. تحب تشرب قهوه؟ يا ريت. طب يلا عايز الاكل ده يتنسف. لا لا عشان قاعد. يعني يا سامي لازم اضربك قدامه بس. ليه بس عم مش كل يد وانت سالك. حاضر عم طارق. المكان ده بتاعك؟ لا طبعا انا بديره بس مفيش مود نوصل لقاعة مع فلوس يعمل اي حاجه من اللي انت شايفها قدامك دي. احنا فورنا بيوتنا وبيوت اهلينا كمان. عشان كده بطلته؟ لا مش شرط. في ناس بطلت عشان ما بقتش قادره تعيش بمخدرات ولا بقت قادره تعيش من غيرها. وفي ناس بطلت عشان بقت عايشه ميته اصلا. وناس بقى هربوا من الموضوع بدري بدري عشان ما لقوش نفسهم في حاله الضرب. ومنهم مريم. أنا مستني. مستني إيه؟ مستني أسمعك. بالعكس أنا اللي عايز أسمعك. طب عايز تسمع إيه؟ كل حاجة. في حاجات كتيرة مش فاهمها. وعايز تفهم إيه بالظبط؟ شريف إحنا جايز ما نعرفش بعض. بس أنا حاسس إن أنا زي الطفل اللي اكتشف فجأة إن أمه مش أمه. أنت مكبر الموضوع زيادة عن اللزوم. لأن الموضوع كبير. على الأقل بالنسبة لي. شريف. أنا ومريم مالناش غير بعض. إيه أجلها لحد ما شريف يخلص كلامه. اتفضل يا شريف. صباح الخير. صباح النور. زي ما اتفقنا قبل كده عايزين ننسى بقى كل الكلام اللي إحنا بنشوفه في التلفزيون عن الإدمان وبرنامج شبيتنا مدمن والجو ده. ليه؟ هما بيعملوا مجهود على قد ما يقدروا. بس برضو الكلام ده ملوش علاقة قوي بالواقع. احنا بنواجه مرض والمرض ده ليه علامات وبتبان بدري كمان. ساعات ما بناخدش بالنا منها خالص وساعات بناخد بالنا وبننكر. الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة بيضايق الأهالي لما بجيب سيرته ليه؟ لأنه دايما بيطبقوه على نفسهم وبيحسوا بالذنب لأن هما لو كانوا خدوا بالهم من بدري كانوا ممكن الواد ولا البنت ما يتطورش حالتهم للدرجة دي. بس عايز اقول لكم بقى ان المشاعر دي ملهاش اي لازمه، مش مفيده خالص. لازم تخلي بالكم من نفسكم عشان تعرفوا تحموا ولادكم كويس، لان الاعراض دي ممكن تزيد حتى بعد ما يتعالج، ممكن ينتكس تاني. انتكاسه ايه لا قدر الله يا استاذ شريف؟ احنا ننكر تاني؟ كلنا عارفين على فكره ان المدمن بعد ما بيتعالج معرض برضه للانتكاس. مش معنى ان ولادكم تعالجوا ان هم مش معرضين للانتكاس. الحاجه الوحيده اللي ممكن تحافظ عليهم هو الاستمرار في البرنامج يوم بيوم. طيب ايه هي العلامات؟ يعني هتلاقيه عنده لخبطه في النوم، لخبطه في الاكل، لا اما بياكل كتير قوي لا اما ما بياكلش خالص. ايوه صح. زمان لما كنت بصحى من النوم كنت الاقيه قاعد قدام التلاجة وجايب كرسي وعمال ياكل. فلما بطل ياكل كتير قلت الحمد لله عشان صحته. عمري ما ربطت بين ده وبين المخدرات. بالظبط. وعشان اللي منكم ما عندوش خبرة وأول مرة يجي هنا لازم يبقى عارف إن الحشيش بيطلب أكل. أما بقى المخدرات التانية زي الترامادول والأفيونات زي الهيروين دي بتخسس وبتقفل النفس خالص. أيوة فعلا شادي كان كده بالظبط. لا وفي علامات تانية كتير. هتلاقيه مثلا بيتأخر في الحمام ويقعد وقت كتير قوي من غير مبرر. هتلاقوه في عز الشتاء بيلبس خفيف. مدمن الهيروين بقى هيلبس بكم طول الوقت صيف وشتاء عشان يداري مكان الحقن. انا كنت بقول لنفسي ان ده ضغط من المذاكره امتحانات لكن ما كنتش متخيله ان هو وصل للمرحله دي خالص. معلش. المهم بقى نخلي بالنا من اللي جاي. بقيت العلامات بقى هتلاقي اهمال في الدراسه، كذب، حجج، بطني وجعاني طول الوقت، بيرجع كتير. لما يكون موجود في البيت هيبقى قاعد لوحده ومش هيبقى عايز يظهر معاكم في اي مناسبه خالص عشان الناس ما تشوفوش. ومع الوقت هتلاقوا حاجات بتختفي من البيت، تليفونات، حتة ذهب، اي حاجه يعرف يسلكها وهو نازل ويبيعها ويجيب منها فلوس. وهيبتدي يظهر له اصحاب
انتوا عمركم ما شفتوهم قبل كده ولا تعرفوا عنهم اي حاجه. الو، وبعدين فيك بقى مش بترد ليه؟ ما انا رديت اهو. بترد بتلوى الروح. معلش بقى اصل انا انشغلت شويه. انت فين؟ انا في الشغل. عندك مانع نتغدى سوا؟ لا النهارده صعب قوي، عندي شغل كتير قوي. اوكي مش لازم النهارده يا طارق، ممكن نتفق في اي وقت تاني. طب ما تخليها بظروفها، يعني نتقابل صدفه مثلا. الصدفه دي يا حبيبي المراهقين، انما انا وانت يا طارق كبرنا على الحاجات دي. تمام الحمد لله. بقولك انت اخر مره شفت طارق كان امتى؟ من يومين تقريبا. ليه في ايه؟ متاكده ولا بتهيالك؟ مش عارف والله يا سلمى، بس انا حاسس ان طارق نقلك المرض، بقيت مدمنه شك وتوتر. طب يا ست حقك عليا، انا اسف، هشوف الموضوع ده واكلمك اطمنك. خلي بالك من نفسك. سلام. عم شاذلي، عم شاذلي. ايوه استاذ شريف. ايه جعان؟ جعان ايه بس دلوقتي؟ بقول لك طارق اخر مره اخر شفت بالليل كان امتى؟ هو من ساعه ما شحنته سامح وهو ما بيجيش ورديه الليل خالص. شكرا يا مش اسلم. تمام. ازيك يا شريف؟ ازيك انت؟ تمام ماشي الحال. فينك يا عمنا؟ اهو موجود. ما بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ يعني مفيش، كنت في السينما في قفلت. في السينما؟ لو حاسس انك مش تمام يبقى قول لي عشان اساعدك. مفيش حاجة. تمام. مريم، مريم يا مريم. أنا هنا يا شريف، أنا هنا. كنت خايف أجي ما لقيتكيش. طالما رميت المفتاح وقفلت الموبايل تبقي تمام. مريوم الجامد. عدت يا مريم، عدت. انا قطعت الخلف يا مريم، حرام عليك يا ست، ده لسه حتى ما اتجوزتش. ازيك يا مايا؟ في حاجه مريم؟ فين؟ ما تتخضش كده، مفيش حاجة. لا في حاجة. مريم فين؟ نايمة جوه. لحظة واحدة بس. معلش يا مايا خش اطمني عليها لو سمحتي. في ايه؟ صدقني مفيش حاجة. أنا عايزك بس أتكلم معاك في موضوع مهم. والله ما في حاجة، أقعد عايز أتكلم معاك. طيب. في ايه؟ مريم النهاردة راحت بيت أهلها. وهي هناك كلمت واحدة كانت صاحبتنا زمان. واحدة من اللي لسه ما بطلوش. وبعدين قفلت معاها وكلمتني على طول عشان حست انها عملت حاجة غلط. رحت لها انا ومية ومن ساعتها ما سبناهاش لغاية دلوقتي. وما كلمتونيش ليه؟ عشان ما رضيتش اخضك.
فضلت ان انا اجي لك واشرح لك بنفسي، لان اللي جاي محتاج منك تركيز. مريم دلوقتي خايفه ومتوتره، هي خدت مهدئ، ودي حاجه خطر جدا على اي متعافي او ممتنع. اعتقد الفتره الجايه يعني هتبقى محتاجه شويه اكتر من وقتك. انا مريم اهم حاجه في حياتي. جايز قبل كده انت كنت بتهتم بيها بطريقتك انت، بس دلوقتي هي محتاجه انك تهتم بيها بطريقتها هي. طيب معلش، عايزني اعمل ايه؟ تفضل معاها طول الوقت، ما تفرقهاش. انا اتكلمت مع مايا عشان تبدل معاك، بس عايزك بقى في الوقت اللي انت تقضيه معاها تشاركها في كل حاجه هي بتحبها، تخرج معاها، تروح السينما، ان شاء الله حتى تسافر. انت قلت لحاتم على طارق؟ لا طبعا، الكلام اللي ما بيننا بيفضل ما بيننا. مش عارف، بس هحاول اعرف اقولك. لا ما تقلقيش. انت حاسه ازاي؟ طب بصي، انا عايزك تطلعي بره نفسك خالص دلوقتي، وكلمي مايه عشان تجيلك، وخشي كده خدي شاور، ولما تخرجي اقري في كتاب لزق لغايه ما مايه تيجي. تمام، بس خلي تليفونك جنبك مفتوح. يلا سلام. طارق، انت بتحوم ليه تاني حوالين مريم ندى؟ يا سلمى لحقت تقول لك اختك دي مجنونه يا عم، مفيش حاجه باللي في دماغها دي حصلت اساسا. هو الموضوع فيه سلمى كمان؟ كمان ازاي يعني؟ طب ايه اللي في دماغ سلمى؟ مفيش، متهيألها ان انا بقعد مع مريم، مع ان انا اصلا ما شفتهاش. طب شفت جوزها؟ لا طبعا. هشوفه فين يعني؟ امال هي جابت الكلام ده منين؟ اكيد في سبب. وانا كلمت مريم لما عرفت انها رجعت، وبعدين لما سمعت صوتي قفلت السكه، شكلها كده يعني عملت بلوك لنمرتي. عملت بلوك؟ طب روح يا طارق، ما ترجعش هنا تاني عشان تتعالج. يا عم اتعالج من ايه بس؟ روح. استنى، خد ده معاك، مالكش غنى عنه لغايه ما ترجع هنا تاني، مش ناقصين مصايب. مهندس حاتم، الأستاذ شريف. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتفضل. تشرب ايه؟ لا ولا حاجة، متشكر. أنا آسف إن أنا كل شوية أقحم نفسي في حياتك كده. لا أبداً، أنا اللي محتاج أتكلم مع حد. مفيش حد غيرك أقدر أحكي له. وأنا هسمعك. بس أنا عايز أبقى واضح. أنا مش هحكي لك عشان أنت صديق مريم. أنا هحكي لك عشان أنا مضطر. مفيش حد غيرك أقدر أحكي له. أنا آسف على الكلام اللي بقوله، بس عايز أبقى واضح. لا مفهوم. أنا بس نفسي أعرف إيه اللي طور المواضيع للدرجة دي. هي ما حكيتلكش؟ هي أصلاً مريم مش فاهمة حاجة. أنا نزلت من البيت فلقيت واحدة مستنياني. قالت لي انها عايزه تتكلم معايا بخصوص مراتي. في الاول رفضت، بعدين قلت اسمعها هشوف هتقول ايه. طلعت عايزه تقول لي ان مراتي بتخوني مع جوزها. نعم، وانت صدقت؟
الاول لا، بس بعدين جمعت كل اللي حصل لقيت ان كلامها منطقي. معلش يعني انت اي واحده تعدي في الشارع تقول ان مراتك بتخونك تصدقها وما تصدقش مراتك؟ دي مش اي واحده، دي واحده تعرف ماريا من زمان. مين دي؟ اسمها ايه؟ اسمها سلمى. تقومي تروحي تكذبي عليه وتفتري على واحده ملهاش ذنب؟ انا ما افتريتش على حد، انا لقيت طارق مكلمها 15 مره. هو اللي كلمها، هي ما عملتش حاجه. ما تلبسهاش غلطات جوزك. جوزي انتكس من يوم ما رجعت مصر. هي مالها؟ قول لنفسك، من يوم ما رجعت بدا يسهر بره، انتكس بيكلمها بدل المره 15. قول لي انت بقى ليه؟ عشان هو ده طارق اللي انت حبيتيه واتجوزتيه وانت عارفه ان هو بودراجي. انت كمان كنت عارف ان هو بودراجي ووافقت على جوازي واقنعت مامي وبابي ان احنا نتجوز عشان يبقى زيتكم في دقيقكم في الضرب، صح؟ حتى لو انا وطارق زباله، مريم ذنبها ايه؟ ذنبها انها مدمنه زيكم، وانتوا كلكم سرنجاتيه زي بعض. مش بعيد انت كمان تكون رجعت للضرب وعايش دور المبطل عشان نسيبك في حالك. شريف، السكينة لا تقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهم. مهندس حاتم، الأستاذ شريف. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتفضل. تشرب ايه؟ لا ولا حاجة، متشكر. أنا آسف إن أنا كل شوية أقحم نفسي في حياتك كده. لا أبداً، أنا اللي محتاج أتكلم مع حد. مفيش حد غيرك أقدر أحكي له. وأنا هسمعك. بس أنا عايز أبقى واضح. أنا مش هحكي لك عشان أنت صديق مريم. أنا هحكي لك عشان أنا مضطر. مفيش حد غيرك أقدر أحكي له. أنا آسف على الكلام اللي بقوله، بس عايز أبقى واضح. لا مفهوم. أنا بس نفسي أعرف إيه اللي طور المواضيع للدرجة دي. هي ما حكيتلكش؟ هي أصلاً مريم مش فاهمة حاجة. أنا نزلت من البيت فلقيت واحدة مستنياني. قالت لي انها عايزه تتكلم معايا بخصوص مراتي. في الاول رفضت، بعدين قلت اسمعها هشوف هتقول ايه. طلعت عايزه تقول لي ان مراتي بتخوني مع جوزها. نعم، وانت صدقت؟ في الاول لا، بس بعدين جمعت كل اللي حصل لقيت ان كلامها منطقي. معلش يعني انت اي واحده تعدي في الشارع تقول ان مراتك بتخونك تصدقها وما تصدقش مراتك؟ دي مش أي واحدة، دي واحدة تعرف ماريا من زمان. مين دي؟ اسمها إيه؟ اسمها سلمى. تقومي تروحي تكذبي عليه وتفتري على واحدة ملهاش ذنب؟ أنا ما افتريتش على حد، أنا لقيت طارق مكلمها 15 مرة. هو اللي كلمها، هي ما عملتش حاجة. ما تلبسهاش غلطات جوزك. جوزي انتكس من يوم ما رجعت مصر. هي مالها؟
قول لنفسك من يوم ما رجعت بدأ يسهر بره. انتكس بيكلمها بدل المرة 15. قول لي انت بقى ليه؟ عشان هو ده طارق اللي انت حبيتيه واتجوزتيه وانت عارفة ان هو بودراجي. انت كمان كنت عارف ان هو بودراجي ووافقت على جوازي واقنعت مامي وبابي ان احنا نتجوز عشان يبقى زيتكم في دقيقكم في الضرب، صح؟ حتى لو انا وطارق زبالة، مريم ذنبها ايه؟ ذنبها انها مدمنة زيكم وانتوا كلكم سرنجاتية زي بعض. مش بعيد انت كمان تكون رجعت للضرب وعايش دور المبطل عشان نسيبك في حالك. شريف السكينة لا تقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهم. اتصرف ازاي؟ طيب حاضر، بس عدي الشغل بسرعه الاول وبعد كده اجيلك على طول. ازيك يا شريف؟ ازيك انتي؟ في ايه بقى؟ في ايه يا شيرين؟ حصل ايه بس قوليلي؟ هانيا بتشم الشريف. هانيا بنتك؟ وعرفت ازاي؟ لقيتها مرمية في الأرض. الأول افتكرت إنه مغمى عليها وبعدين لقيت مخدرات في أوضتها. وجبت لها دكتور؟ كلمت الدكتور بس لما شفت الزفت ده في أوضتها قفلت معاه السكة واضطريت أفوقها بطريقتي. طب وأنت إيه اللي عرفك إن دي مخدرات أصلا؟ طب بعد ما فوقتيها بطريقتك جبت لها دكتور يشوفها؟ لا طبعا ما كلمتوش تاني. ازاي عشان ما كلمتيش الدكتور لغايه دلوقتي؟ ليه؟ اكلمه يعمل ايه؟ يجي يعرف ان بنتي بتشم؟ انا مش عايزه فضايح. فضايح؟ يعني انت خايفه من فضايح ومش خايفه على بنتك؟ بنتي زي القرده فوق. طب جايباني اعمل ايه؟ عايزاك تقولي اتصرف ازاي؟ عايزه الحقها بسرعه. هي بقى لها قد ايه؟ معرفش. انا اول مره اعرف النهارده الصبح. شريف أرجوك مفيش حد غيرك يقدر يساعدني. طب خليني أشوفها. هانيا معايا ضيف.
دي مش هم. طب ازاي؟ اكيد ميمي فتحت لها. تعالي بس، محدش فتح لها، هي صرفت امورها. وانت عرفت ازاي؟ شريف، دخلني ديتوكس، ضربت اخر ضربايه. شريف ناقص تفك الياقة. اللي شفته منك في ايه يا عم؟ انا جايب رجليا والله، لازمته ايه طيب؟ ولا لما تكون جاي زاحف على ايديك ورجليك هتتفتش يعني هتتفتش؟ افتح بقك. اه اعوذ بالله منك يا شيخ. اعوذ بالله من انا يا اخي، حرام عليك. ده لولا سلمى كنت بعتك الخنكه عشان تقول حق برقبتي. خلاص يا عم فتش وخلصني بقى، فتش. طب يلا هاي هاي. بتردش على موبايلك ليه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ يعني مش عارف يعني فين؟ حاسس ان انا متلخبط اليومين دول. من ايه؟ مني. ما تكلمني يا شيف زي الناس وبلاش لينجو الاجتماعات بتاعكم ده. ما انا بكلمك زي الناس اهو، بقولك ان انا متلخبط واللخبطه دي مني انا مش منك. طب ما نفكر في السبب، جايز نلاقي حل. انا عارف السبب. ايه هو؟ في واحده كنت بحبها زمان ظهرت في حياتي دلوقتي، وده لخبطني جدا. مريم؟ لا. امال مين؟ واحده ما تعرفهاش. عمرك ما حكيت لي عنها؟ لا. اشمعنى يعني؟ ما انت حكيت لي عن بنات كتير. مش عارف. ايه كانت بتضرب معاك؟ لا كانت بتساعدني لبطل. ولسه بتحبها؟ جايز يكون حب وجايز يكون احساس بالذنب، مش عارف. مش عارف يا شريف ولا عارف ومش قادر تواجهني. هو انا عارف اواجه نفسي اصلا؟ أنا مش هينفع أكمل يا نبيل. يعني أنت مستعد تخسرني عشان واحدة ظهرت في حياتك فجأة وممكن تختفي فجأة؟ حتى لو اختفت أنا مش هينفع أكمل معاكي وأنا بفكر فيها. مجرد التفكير فيها خيانة، الخيانة بتجيب كذب والكذب بيجيب ضرب، وأنت عارفة ده كويس. وأنا بصراحة مش عايز أضيع نفسي. أول ما بدأت أوقع أمانات ويبقى ليا أسرار، وأول ما بدأت أكذب على مراتي بقيت شايف الانتكاس جاي جاي، ما قدرتش أوقفه، ما قدرتش أوقف مكنة الكذب، فالمكنة فرمتني. أنا ندمان قوي إن أنا ضعفت كده ورجعت نفسي تاني لنقطة الصفر،
بدل ما افرح واحتفل بثلاث سنين نظيف وحافظ على تبطيلي رجعت اقدم الاول 90 يوم في 90 اجتماع. حاسس ان كل المجهود اللي انا عملته ضاع، والاهم من كل ده مجهود سلمى مراتي. انا سلمى صعبانه عليا قوي، حاسس ان انا خذلتها. كان نفسها ان احنا نخلف بعد تأجيل السنين دي كلها، بدل ما حقق لها حلمها رجعتها تاني للكابوس. مش عارف بقى هتسمعني المرة دي ولا لأ، بس أنا حاسس إنها المرة دي مش هتسمعني. بس هو حقها، أنا ساعات ببقى عايز أقول لها ابعد عني سيبيني، انت مضيع وقتك مع واحد مدمن زبالة ما يستهلكيش. بس هو مقدرش عشان انا معرفش اعيش من غيرها. واضح كده ان الواحد لازم يبتدي يتقبل فكرة انها ممكن تسيبني في اي لحظة، خصوصا انها فاكرة إن بخونها مع واحدة كنت بحبها زمان ومصاحبها. المصيبة بقى إنها هي فعلا صح، بس أنا ما خنتهاش مع اللي هي قصدها عليها دي، أنا خنتها مع واحدة تانية. مش قادر أتخلص من سيطرة الستتين دول عليا، وأنا مسيطرة على مشاعري. مجرد بس اسمع اسمها الاقي قلبي يدق كاني رجعت مراهق، والتانيه مسيطره على دماغي. ده غير انها لسه بتضرب، القعده معاها حلوه زي قعدات زمان. انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يزعل الناس انا بحبهم، بس انا فعلا مش هقدر ابطل غير لما اطلع كل اللي جواي. أنا فعلا محتاج مساعدة عشان أقدر أتخلص من الأفكار اللي بتلعبني. محدش هيساعدك لو أنت من جواك مش عايز تساعد نفسك. بس أنا عايز. مش باين يا طارق. سيبك من اللي فات، خلينا في اللي جاي. هو اللي جاي ده مبني على اللي فات. انا مش هقدر اعيش من غير سلمى يا شريف. وما تقدرش تعيش من غير انجي برضو. لا اقدر. خلاص لما تنسى انجي بقى فكر في سلمى. انا ما بفكرش غير في سلمى اصلا. انجي ده يعني ممكن تعتبرها مجرد كعبله في السكه. الكعبالة دي للناس الطبيعية، إنما إحنا مرضى ومرضنا بيزيد مع كل كذبة. وما افتكرش يعني في راجل متجوز بيتكعبل من غير ما يكذب. والمصيبة بقى إنك متكعبل مع واحدة ملطوطة. فهمت؟ ما تدهي إنك فاهم، ما هي مش أول مرة. صدقني هتبقى آخر مرة، والله العظيم هتبقى آخر مرة يا شريف. روح قولي لسلمى انها هتبقى اخر مرة، فاهمة ان انا مش عارف اعيش من غيرها. ما تقلقش سلمى فاهمة كل حاجة، بس هي كمان من حقها انها تختار تعيش. ما ينفعش يعني تبقى اناني معاها كده على طول الخط. انت بتقول كده عشان هي اختك؟ لا بقول كده عشان ده اللي لازم يكون. لو مش قادر تحافظ على الست اللي حافظت عليك كل السنين دي يبقى تسيبها في حالها احسن، وتسيب مريم كمان في حالها. احنا لما بنقع بنقع لوحدنا، فاتورتنا احنا اللي بنحاسب عليها، مش لازم يعني نسحب حد تاني معانا.
انا عارف انك وقعتي. لا مش الفكره مريم، مش محتاجه تكذبي لاني ماليش عندك حاجه اصلا. انا خايف عليكي مش اكتر. انا كمان خايف وانا حاسس بيكي، وجيت عشان اقولك انك مش محتاجه تتهربي مني، بالعكس لو احتجتيني هتلاقيني. انا حاسه ان انا ضعيفه قوي، ضعيفه وبدري ضعفي والضرب. انت اللي اخترتي طريقه غلط عشان ترتاحي، مع ان في 100 ألف طريقه تانية. اشمعنى الضرب يعني؟ بس احنا بنستسهل وبنختار الطريق الاسهل، مع انه اختارهم يا مريم. ينفع اتكلم معاك شويه؟ حلوة اوضتك. ما انت شفتها قبل كده. هو انت عرفتي ازاي؟ ميمي قالت لي. الظاهر ان ميمي دي ما بتبلش فوقها فولة. عادي هيجي لها وقتها، هطفشها قريب. طب وليه؟ طالما ما بتعمليش حاجة غلط هي تنقلها عنك، ما تطفشهاش ولا حاجة. ما بحبش وجع الدماغ. طب بما انك بقى ما بتحبيش وجع الدماغ، اقدر اقول لك ان السكة اللي انت ماشية فيها دي ما فيهاش الا وجع الدماغ ووجع القلب ووجع لجسمك كله من بره ومن جوه، يعني ما فيهاش الا وجع ليكي واللي حواليكي وبس. انا بس حبيت اقول لك لو عايزة تعرفي. وانا اعرف ليه؟ انا ماليش في السكه دي. الكلام ده تقوليه لمامتك عشان تضحك عليها، لكن انا قديم ما بياكلش معايا. انا اقدر اهرش من عينيكي انت مشيتي في السكه دي كام خطوه بالظبط، وانت لسه في الاول، ودي حاجه كويسه يعني سهل انك ترجعي. لكن بقى لو عايزه تكملي فبراحتك، بس كل خطوه هتاخديها لقدام في السكه دي الرجوع منها هيبقى اصعب 100 مره. بس انت عرفت ترجع. انا عرفت ارجع عشان كنت عايز ارجع. في ناس ما بتعرفش، وفي ناس ما بتلحقش خالص، لان لا اما بتتسجن لا اما بتموت. يا حرام دول مساكين خالص. الحمد لله اخري نفسين حشيش، بس اوعى تدلق كلمتين دول لمامي. لا ما تخافيش، مش هقول لها اي حاجه، بس قول لها بقى تشيل موضوع البودره ده من دماغها، الا بقى لو انت استحليتها علشان بيخليك تيجي تشوفها كل شويه. ايه ده؟ انت رايحه فين؟ هخرج. تعالي هنا مفيش خروج. لا هخرج. يعني ايه تخرجي؟ شريف عايز يتكلم معاكي. يتكلم يقول اللي هو عايزه وانت هنا، لكن خروج لا. سيبيها يا شيرين. مش هسيبها يا شيرين. بقول لك سيبيها بقى. أنا آسف. آسف بعد إيه؟ بعد ما سبتها تخرج؟ ما حبستها في البيت، لو كانت هتجيب نتيجة كانت جابت نتيجة من زمان. قصدك إيه؟ هي قالت لك حاجة؟ ما تتكلم يا شريف، الحاجات طلعت بتاعتها؟ لا ما قالتش كده، بس قالت لي حاجة تانية. حاجة إيه؟ قالت لي إن أنا استحليت موضوعها عشان ده بيديني فرصة إني باجي أشوفك. لو سمحت تمشي دلوقتي. بقول لك من فضلك. وكان نفسي جوزي يكون جنبنا عشان يعيش معانا لحظات السعادة دي. ملهاش أي أثر، كأنها فص ملح وداب. مش عارفة يا شريف،
كأن ربنا بيعاقبني عشان اتخليت عنك. بطلي هبل والنبي يا شيرين. امال ايه طيب؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى هاني؟ كان اشمعنى انا؟ واشمعنى طارق؟ ومريم ومعتز؟ وملايين غيرنا كتير. قول لي انت طيب، فهمني ليه انتوا؟ ليه بنتي؟ عشان عندها استعداد، المرض جواها. واكيد البوادر كانت باينه عليها على فكره، بس انت ما خدتيش بالك. او خدت بالك بس طنشتي. زي معظم الامهات ما بيعملوا. زي ما امي انا عملت. ما كانش في بوادر. انت لسه هتنكري تاني؟ تحب احكي لك حاجات حصلت انت ما قلتهاليش اصلا؟ صاحبت هاني قبل كده، ولك كل علاقتك بيها ام وبنتها، واعتبرت ان رسالتك في الحياه ان هي تذاكر وتنجح وبس. حاولت طيب تفكري بدماغها تشوفي هي عايزه ايه؟ ولا كنت عايزاها تنفذ اللي جوه دماغك انت وبس؟ علاقتها بابوها مثلا كانت اي حاجه غير ان هو مصدر فلوس؟ وغيره وغيره كتير، ممكن اقعد احكي لك النهارده لبكره. انا مش بلومك على فكره، انا عايز افهمك بس ان انت جزء من المشكله. وانا عندي استعداد اعمل اي حاجه، اصلح كل الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي، بس هي ترجع. ما تقلقيش هترجع. امتى بس يا شريف؟ لما تخلص المرحله اللي احنا بنسميها الحفله، لما الفلوس تخلص والدوز تعلى، ونتاكد ان احنا ما عندناش اي نوع من انواع السيطره. هتسمعيني بهدوء المره دي ولا هنتخانق زي المره اللي فاتت؟ لا هسمعك، ولو مش عاوزني اتكلم خالص مش هتكلم. لا يا ست بالعكس، انا عايزك تتكلمي عشان افهم انت شايفه الدنيا ازاي. انهي دنيا؟ انت عارفه ان مريم اتطلقت؟ لا. بسببك، وانتكست بعد ما كانت مبطله 9 سنين. وموضوع الطلاق دوت ممكن يخليها عرضه للانتكاس تاني. أكيد طبعا أنت مدركة أنت عملت فيها إيه. يا سلام يا شريف، يعني كل مصايبها دي بسببي أنا؟ وإنها كانت أصلا مدمنة، ده ملوش أي اعتبار؟ إحنا مش اتفقنا نتكلم من غير خناقة؟ ما أصل أنت اللي بتقول كلام يغيظ، سايب أصل المشكلة ومسكت في النتيجة. بقيت أنا السبب في انتكاسة مريم، وأنا السبب في طلاقها. ممكن تهدي؟ ممكن؟ أنا ندمانة بجد يا شريف. صدقني. بحاول اعوضها واقف جنبها على قد ما اقدر، مستعد اعمل اي حاجه تانيه. لو عاوزني اروح لجوزها واقول له ان انا اتسرعت وان الكلام ده كله غلط، انا مستعده اروح له. يا ريت الموضوع كان بالبساطه دي، بس الحكايه مش كده. انا ساعات حب لطارق بيخليني اتعمي فبطبش. انت مش حبك لطارق، ده حب تملك طارق. في فرق ما بين الاتنين. انتي ادمنتيه. قشطة. استنى عندك بقى، انت هتتكسح النهارده. هموت من الجوع يا حبيبتي. حاضر حبيبي. سايفيني بسرعة. ايه يا برنس؟ عامل ايه؟ ايه تلعب بايه؟ افتح بس قبل ما اشوف. رجعت والله العظيم، ما رجعت اهو اهو. انت بتستعبط يالا؟ هو الضرب يعني ما بقاش الا في الايد؟ تحب ولعت مرته وطلعت مكان الشكه؟ طب خش حلل. طيب خد لك حبايه ريفيا. ده انتوا بقيتوا عيني شكاك انت واختك اخر حاجه. ما تجننيش وتحط تقول لي انت شكاك انت واختك والكلام الفارغ ده. وحتى لو يا اخي، ما انت السبب. ما طبعا من عمايلك السودة. بس سلمى غلبانه. لا اتكلمت ولا اشتكت ولا قالت اي حاجه. انت اللي الضرب هينط من عينيك. ليه يعني؟ شايفني بدمع بودره؟ انت هتهزر؟ هلس بس. يا اخي ده بدل ما تساعد نفسك وتسيبني اساعدك. يا عم روح ساعد نفسك انت الاول. عمال تساعد في ده وفي دي وسايب نفسك كده. هتصحى في يوم تلعن خش الدنيا اللي ساعدتك وخليتك عامل زي قرد قطع كده. انا مسحول في الدنيا دي بمزاجي.
وبركز مع اللي حواليا بدل ما اركز مع نفسي واقع زيك. ليه يعني؟ شايف نفسك يعني الام تريزا؟ يا دين يا طارق تتكلم معاك بقى يعل. بص بقى من الاخر كده، عشان انا لو وقعت هيبقى بسبب حواراتك دي. انت اتنيلت خلاص، وانا وانت عارفين كده، وكلها كام يوم وهيبان عليك وسلمى هتهرشك. عايز تنكر علينا ماشي، لكن تنكر بقى ما بينك وبين نفسك وتعمل نفسك مسيطر على ضربك وعارف تهندل، يبقى هتخيش وهترجع اوسخ من الاول. اتعلم مره تقول لا، امشي مره عكس دماغك يا طارق. ما انا بقول لك ان انا ما رجعتش مش عايز تصدقني. يا عم والنبي ما تفقعنيش بكلامك ده، انا جبت اخر منك خلاص واتخنقت. انت بقيت خاطر على نفسك وعلى حواليك. قول لا للشله القديمه دي، ايه اللي عاجبك فيهم؟ قول لا لدماغك دي الصدمه دي. ما تجيش هنا تاني لو انت نضيف، مش ناقصه ادخل لنا حد معاك في رجلين كمان. ولو انجي اتعادت من معتز يبقى ممكن جدا انا كمان اكون اتعديت. يا اخي ما تتعدي ولا تنيل على عينك. انت سلمى دي يا اخي ما فكرتش فيها؟ ها؟ والله فكرت. اول حاجه جت على بالي كانت سلمى اول ما انجي قالت لي. والله العظيم انا مش خايف علشان نفسي، انا مش خايف من عدو، والله انا خايف على سلمى بس. يا رب اموت، يا رب اموت، ربنا ياخدني ويرتاحوا مني. أنا مش خايف غير على سلمى بس، والله العظيم ما خايف غير على سلمى. أنت ضربت معايا من نفس السرنجة؟ مش فاكر يا شريف، الموضوع عنيد من كده. مشكلة أكبر. أنت ما كنتش بتعمل احتياطاتك يعني؟ والله ما خايف على نفسي. يا رب تموت يا اخي. يا رب، يا رب اموت واريحكم. يا رب ياخدني. بقى يا شناوي انت فاضي؟ طيب عايز اقابلك بعد شويه، خليك معايا. عنوانها فين؟ ليه؟ ما تخلص. عنوانها فين؟ حلوان. حلوان هقابلك في حلوان بعد نص ساعه، هبعتلك العنوان حالا. يلا سلام. بعت له العنوان. لو مش عايزين تبطلوا او تتعالجوا انتوا الاثنين براحتكم، مفيش مدمن بيبطل بالعافية. بس السكة اللي انتوا ماشيين فيها دي ملهاش الا نهاية واحدة بس، القبر. عايزين تروحوا له برجليكم بقى، انتوا احرار. بس مش لازم تاخدوا ناس تانية معاكم في السكة. خف علينا شوية يا عم شريف، انت بتتكلم كأننا يعني خلاص احنا كمان لقطنا. يا سيدي ادينا هنحلل لكم دلوقتي ونعرف لو كنتوا لقطتوا ولا لا. بعيدا بقى عن موضوع معتز ده، في احتياطات لازم ياخدها اي مدمن لغايه ما يبطل او يموت. عم شريف
كلنا هنموت. ما انا عارف يا سيدي ان كلنا هنموت، بس مش لازم تعذب قبل ما تموت ولا تعذب الناس بعديك. هما حاجتين مش محتاجين فتاكه يعني، السرنجه والكندمز. الغريب انك اكتر واحد عارف الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي وفاهمه كويس قوي. بس عملتوا ايه بمعرفتكوا دي؟ ولا حاجه. وقت الضرب بينتهي العقل، بتضربوا من نفس الاداه، وبتعملوش احتياطاتكم في اي زفت بتعملوه تاني. معتز كان قريب منكم فعرفت انه عيان. تخيل بقى في كام واحد تاني انت ما تعرفش ان هو عيان اصلا، ولا هو اصلا يعرف ان هو عيان. لو حد فيكم النتيجة بتاعته طلعت سلبية هنضطر ناخد عين الدم منه تانية كمان شهر علشان نتأكد ان الفيروس ما كانش في الفترة الشباكية. وانتو بيريوت النبي اتكلمنا عربي يا دكتور، مش ناقصين حضرتك. حاضر. احنا بنعرف ان المريض جاله الايدز منين؟ لما بنلاقي ان في اجسام مضادة للفيروس موجودة في جسمه. تمام؟ الاجسام المضادة دي بتتكون خلال شهر. وصلت؟ اتنيلت. تمام. ياريت تعملوا احتياطاتكم بقى في الشهر ده، مش عايزين نقعد نعمل تحاليل كل شهر لغايه ما نستنى الكارثه تحل على دماغنا. هبعت لكم النتيجه على الميل. هات الميل بتاعك. ابعتها لي على ايميل شريف. ما عادش عندي حاجه استلم عليها ايميلات. اوكي. انا كده خلصت. مش عايز اشوفك هنا تاني. طارق، مش انت بتقول عايز تعوضني؟ اللي انت عايزاه. لقيلي بنتي زي ما لقيتني. انت ازاي تطلب منه يساعدك؟ دخلتي حياتك ليه تاني اصلا؟ مش مكفيك اللي عمله فيكي زمان عايزاه يكمل على باقي منك؟ انا ما طلبتش منه يلاقي فريده غير لما يقست. حاتم خد فريدة واختفى بيها، غير حضانتها واختفى هما الاتنين، انا مش عارفة هما فين. ما تفهم بقى يا شريف، حاتم خطف فريدة. انا عارف ان الموضوع صعب عليكي جدا، بس وجود طارق في حياتك دلوقتي هيصعبها اكتر. طارق خطر عليكي. انا فعلا مش عارفة عملت كده ازاي، بس لقيت نفسي بطلب منه من غير ما احس. ده اللي حصل يا شريف. كل الغلطات اللي كنا بنعملها قبل كده يا مريم كنا بنعملها من غير ما نحس. المشكلة بقى إن إحنا بنبدأ بغلطة وبعد كده بكرة بكرة. أنا خايف دماغك تلعبك تاني. وجود طارق في حياتك دلوقتي أيا كان السبب ممكن يبقى خطوة للانتكاس تاني. مش حقيقي، مش حقيقي. أنا كل اللي عملته سبته ويمشي الخطوة التاسعة ويعوضني بس. يعوضك إزاي بس وهو أصلا منتكس؟ مش لما بيشتغل الخطوات اللي قبلها الأول يبقى فكر يعوضك؟ طارق عمره ما مشي على خطوات البرنامج عشان كده بينتكس تاني. وانت بقيتي خلاص عايمه على عمره وعايزه تقيفي البرنامج على مزاجك انت وبس. انت اذكى من كده يا مريم. طارق اللي عايز يعوضك ولا نيله؟ كل الموضوع ان هو بياخدها بس حجه عشان يبقى معاكي تاني. فاهمه؟ وما تنسيش كمان يعني اني طارق ده حبيب عمر سلمى اللي هي بقت صاحبتك الانتيم دلوقتي. وما تنساش ان صاحبتي الانتيم دي هي السبب في طلاقي اصلا، وانت كنت عارف وما قلتليش. كنت عارف ولا لا؟ ما ترد، ما ترد يا شريف. كنت عارف ولا لا؟ شفت بقى، اديك غلط. احنا كلنا بنغلط. ما تعمليش بقى فيها الملاك المثالي، احنا اساسا شلنا فيها العبر. مش مجمعنا غير ان احنا ما فضلناش غير بعض. ممكن بالراحه
انت وسلمى عمركم ما هتحسوا بيا عشان ما عندكمش اولاد. وانت فاكر ان كل الناس عندها قوه اراده زيك ولازم تفضل مبطله؟ انا مش عايز افتكر حاجه ولا فاكر حاجه. انا زهقت خلاص، مش عايز اشوف حد ولا هساعد حد تاني، وكل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا افضل محافظ على طبطيلي انا وبس. النتيجة لو طلعت سلبية هطلعك من هنا على الهافوي. أنا وطلعت كمان. هطلعك برضو. عشان وجودك هنا هيبقى خطر. بس هوديك مكان تاني ممكن يساعدوك فيه أكتر. محدش يقدر يساعدني يا شريف. ليه يعني؟ ما أنت بطلت قبل كده وممكن تبطل تاني. المهم تبقى عايز. المشكلة ما عادتش في تبطيل المخدرات وبس. هعمل ايه في الاحساس بالذنب اللي انا فيه؟ بطله ازاي؟ هبقى بلغك بالنتيجة يا استاذ شريف. السلام عليكم. عليكم السلام. انا موت اخويا يا شريف. تاني مرة حد يموت في ايدي. مش عارف اقول لك يا ترى، مش عارف ابقى عقلاني يعني واقول لك انها غلطه بسيطه ممكن تتعوض، بس في غلطات في حياتنا بنعملها وبيبقى ثمنها غالي قوي. الله يرحمه ويصبرك على اللي انت فيه. هبقى اجي لك تاني قريب. أستاذ اقنعه يخرج من هنا، أحسن يكمكم مكانه. عامة بحس إن أنا محبوسة جوا نفسي قوي، وبعيدة عامة عن الحتة اللي أنتوا فيها، يعني حاسة أنا مش عارفة أوصل لكم قوي، يعني مش عارفة أتكلم زيكم، بس بجد بحب اسمعكم. ممكن بعدين اعرف اتكلم، بس دلوقتي مش عارف. ممكن اسمع بس كويس. على الاقل سمعنا صوتك. في حد تاني عنده كلام يقوله؟ يلا يلا، احنا جايبين شاي لشريف. خد يا شريف. تعالي يا فريد، تعالي. اوبا 1 2 اوبا. سلمى قابلته على فكره، ومايا قالت لي كمان ان هشام كلمه، بس مفيش فايده، راكب دماغه. ما اعتقدش ان هو هيغير رايه، هو لما بيصر على حاجه ما بيرتاحش الا لما بيعملها. سيدة تعالي يا لولا، خدها يا مريم. ماشي يا ديدا. هبا سيد، جايز يبقى كده دلوقتي، بس بعدين ممكن يغير رايه. تفتكر؟ لما يعمل اللي في دماغه بقى ويحس ان هو ماسك زمام الامور بايديه ممكن. مش عارف، انت شايف كده؟ انا مش عارف جوزك اكتر منك، بس كل اللي انا حسيته يعني ان هو شخص عنيد جدا. لا، هو من ناحيه عنيد فهو عنيد جدا، بس بيحبك. هو قال لك كده؟ قال لي كده فين يا بنتي؟ فوقي بقول لك، سلمى وهشام هم اللي قابلوه، انا ما اتكلمتش معاه اصلا. امال عرفت منين؟ لا دي الحاسه السادسه بقى. والله العظيم انت جاي تشتغلني. روح يا شريف. والله العظيم زي ما بقول لك كده، اسمعي كلامي بس. روح يا بنتي، صدقيني بتكلم بجد والله. سلمى لما اتكلمت معايا حسيت بكده. وبعدين سلمى مش سهله يعني. تعرف تقرا اللي قدامها كويس. لو النبي، دي سلمى طلعت اهبل واحده فينا. فاكره نفسها فاهمه وعارفه كل حاجه وهي مش عارفه ولا حاجه خالص. انت لسه زعلانه منها على فكره، شايله. مش زعلانه منها، بس ده ما يمنعش ان هي هبله يعني. هو واضح ان الهبل ده جينات في العيله عندكم. يا سلام. انت بتفوقي عليا. ماشي. وبعدين انت ايه اللي معادك هنا ليل نهار يعني؟ استحليتي القعده ولا بقيتي قاعده على طمع عشان البنات بيعملوا بيبي سيتنج للست فريده؟ انا فعلا طمعانه يعني، بس مش في البيبي سيتنج، طمعانه في حاجه تانية خالص. طمعانه في ايه؟ الامان.
خايفة على لوحدي، خايفة طارق ينط لي كل شوية، وخايفة اقتنع بمنطقه ان احنا ملناش غير بعض. منطقه؟ ده منطق منايل. طب اتنرفزت ليه؟ اهدى، انا بفضفض معاك بس يا شريف. انا اسف بس طارق ده يعني دماغه جايباه لورا، او يمكن مش دماغه لانه ما بيستخدمهاش اصلا. بص في الحالتين يعني طارق من غير طارق انا خايفة، وجودي هنا بيطمني. طب خلاص لو عايزه تقعدي شويه كمان مفيش مشكله، بس مش هينفع تقعدي هنا على طول، فريده برضو من حقها تعيش عيشه طبيعيه. مش هقعد على طول، بس هقعد هنا لحد مع انك ما كنتش بتاخد احتياطاتك زي ما كنت بقول لك قبل كده، بس معلش عدت. ما تفرد وشك بقى، عايز ايه تاني؟ ما عادتش فارقه يا شريف، صدقني والله كله محصل بعضه. لا فرقت، ولو مش علشانك عشان خاطر سلمى. سلمى؟ سلمى هي الوحيدة اللي كنت حامل همها في الليلة دي كلها. الحمد لله اديك خرجت منها على خير، وهي كمان. عايزين نشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. مش هنعمل حاجة. لا هنعمل، وهتخرج من هنا تيجي معايا هفوي على طول. لا هفضل هنا. يا طارق وجودك وسطنا احسن لك كتير. جايز يكون احسن لي، بس اكيد مش هيكون احسن لكم. كفايه اللي انا عملته فيكم، كفايه منظري قدام العيال وانا داخل خارج قدامهم بالمنظر ده. هيفقدوا الامل ان هم يبطلوا. انا اجيب احباط لاي حد عايز يبطل يا شريف. انا اقر اي مكان للتعافي. يا عم انت مش للدرجه دي، كلنا يعني احيانا بنقع بس بنرجع نقف تاني. انا ما بقعش عادي يا شريف، انا برش ازعل حبصل. انا مش هخرج بره المكان ده غير وانا مبطل. مبطل من هنا والله ما عارف اقولك ايه، بس حاسس ان المره دي عندك حق. ايوه انا عندي حق يا شريف، انا مش هفضل طول عمري عايش معتمد عليك. كل مره تيجي وتلحقني وتساعدني عشان ابطل. كفايه اللي انت عملته انت وسلمى معايا السنين اللي فاتت دي كلها. كتر خيركم، بس ما عادش ينفع خلاص. أنا لو ما بطلتش من نفسي وبنفسي وبإرادتي يبقى عمري ما هبطل. مش عايز أشوف وشك هنا تاني يا شريف عشان خاطري امشي. لو شفتني بره اعرف إن أنا قدرت، لو ما شفتنيش ادعي ربنا يغفر لي. هتقدر، هتقدر. Thank you.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا سلمى. أنا أسفة يا مريم والله. الحمد لله على السلامة. قومي يا هانية خدي دوش. تعالي يا هنوشة. تعالي يا حبيبتي. شوف لك أصغر حاجة عندي تلبسيها يلا. هنتصرف إزاي دلوقتي؟ البنت كان فاضل لها تكة، تكة وتبقى سوابق. بالراحة نفسك عليها شوية. اصبري لما نشوف دماغها إيه. لا أنا بقى الشفر معايا اللي في دماغها. طريقتك دي ما بقتش تنفع يا شريف. أنا عايزة أدخلها مستشفى. تقعد بقى شهور سنين قد ما تقعد. المهم عندي انها تبطل. ما تستهدي بالله بقى يا شيرين، ما تقوليش كلام كده، انت مش قده. ومين قال لك بقى ان انا مش قده؟ انا عندي انها تتحبس في المستشفى اهون من انها تتحبس في السجن. هتتصرف وتشوف المستشفى نوديها فيها ولا اتصرف انا من دماغي؟ هتصرف، بس ممكن تيجي بقى شويه عشان خاطري. ماما. نعم. هانيا كانت عايزة تشوف علي. هانيا مين دي؟ أنا. انتي من آلي شلة فيهم؟ لا أنا مش من شلة، أنا مراته. علي اتجوز؟ يا ماما متهيألي كده. تعالي اقعدي. اقعدي. كنت احب قوي مثلا اجي اركب موتوسيكل. مش هتعلم ركوب موتوسيكل، عايز اقف فوق الموتوسيكل واسوق برجل واحده والف واطلع علشان بدل ما ابقى رؤوف اللي مكسوف من الناس، لا ابقى رؤوف المبهر، رؤوف اللي لافت نظر الناس، رؤوف اللي محور كلام الناس. كنت كيف قوي بقى لما الناس يقولوا شفت رؤوف وجنانه، شفت المجنون عمل ايه، لغايه ما اتكعبلت في المخدرات. جربت كل حاجه، كل انواع المخدرات عدت عليا، مفيش مخدر ما جربتوش. جبت قاع القاع وخسرت حاجات ما تتعوضش الحقيقه. كنت بحب العرباوي قوي، زي ابويا. زي ابويا ايه ده؟ ده كان العرباوي بالنسبه لي اهم من ابويا، لدرجه ان انا كنت بفكر ان انا اطلق امي من ابويا واجوزها للعرباوي. انا وصل بيا الحال ان انا كنت بروح له البيت اخدمه وانضف له البيت واحمي له عياله كاني بالظبط شغاله عنده. امي رقدت من عمايلي السودة طبعا. وصل بيا الحال في يوم من الايام ان انا كنت باخد الادوية اللي كانت اختي بتجيبها لامي وارجعها الصيدلية واخد فلوسها واضرب بيها. كنت بضرب بفلوس ادوية امي. في ليلة من الليالي بعت انبوبة الاكسجين بتاعت امي وهي راقدة. كنت اخد ابني وهو في اللفة، كان لسه بيبي صغير، اخده انزل اقضي بيه علشان اخبي المخدر في هدومه من الكمين. انا وصل بيا الحال في ليلة انا دخلت على بنتي كان عندها 3 سنين، شديت الحلقة الذهب من ودنها، ومراتي تزعق فيا وتشتمني وتهزقني، وانا خارج سمعتها بتدعي علي علشان اموت.
عملت حاجات أبشع من كده بكتير، بس مفيش حاجة خلتني أبطل إلا لقطة لا يمكن أنساها. في يوم دخلت الحمام ونسيت أقفل على نفسي الباب، كنت زي المجنون بدور على كل حتة في جسمي علشان أضرب فيها، مفيش، مجنون 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 بجد، كل عروقي محروقة، قاعد بخبط في جسمي كله بدور على أي عرق. وفجأة دخل عليا ابني، نظرة ابني في اليوم ده شفت فيها رعب الدنيا والآخرة. في اللحظة دي قررت إن أنا لازم أبطل، خدت قرار بس ما كنتش عارف إزاي، لغاية ما جه واحد صاحبي من أمريكا مبطل، اداني كتاب أزرق كده بالإنجليزي، وأنا طبعا بالإنجليزي المهكع بتاعي ما عرفتش أقرأ غير كلمة إن وإيه تقريبا، قلت له لا 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 ترجم يا معلم. سحبني وراه، خدني أول اجتماع أوض، قال لك ده في تبطيل، الله ناس بتبطل، هو في تبطيل يا جدعان؟ فضلت في الحرب دي مدة طويلة، ده لو كانوا يحلفوا لي على المية تجمد إن أنا ممكن أوصل للحظة اللي أنا فيها دي النهاردة ما كنتش أصدق في تبطيل. قلت طيب وماله، ماشي أجرب، هخسر إيه يعني؟ إيه اللي هخسره أكتر من اللي كنت بخسره في كل ساعة؟ استلفت فلوس، رحت ديتوكس، خرجت من الديتوكس ما كانش معايا قرش ساغ أروح بيه أي مكان علاجي، ولا كان في حد أصلا مأمني إن أنا أستلف منه جنيه. خرجت من الديتوكس، طلعت على الاجتماع، بقيت مصدق في الاجتماعات جدا وقررت إن أنا أخلص لها. فضلت مبطل بعدها كذا شهر، بس حالة التعالي بقى اللي أنا اللي فارض جوايا، يعني مش قابل إن يبقى فيه مشرف عليا وبتحكم في حياتي والكلام ده، فوقعت أمانات بالعين دي فيه. المهم رجع القرد يتنطط في دماغي والنداهة تندهني، اضرب اضرب اضرب. فقلت طيب خلاص أنا المرة دي ههندل وهغير نوع المخدر، مش هو هو، لغاية ما ركبت الزحليقة وهوب باظت. بعدين اكتشفت انه انتكاستي مش عند في اي حد غير نفسي، قررت ألم روحي. انا كنت وصلت لمرحلة ان تعب الضرب اكبر من تعب التبطيل، والمرة دي بطلت من البيت على الناشف، رجعت ألتزم، أمشي خطوات، أحضر اجتماعات مع شوية معافرة، تصديق كتير، تسليم إرادتي لربنا، بطلت تاني. ما بقيتش أشارك بأفكار الضرب زي أول تبطيلي، لا، بقيت أشارك بمشاكلي مع مراتي، مشاكلي في الشغل، لأني عارف إن الضغوط دي هي اللي ممكن ترجع تخليني عاوز أضرب تاني. وبقيت أفكر نفسي كل يوم الصبح، أنا مريض، أنا مدمن، مرضي مزمن، مش هيفرق. طيب خلاص انا هتصرف، خلي بالك من نفسك، سلام. لا واضح قوي انك ناوي تتغير. ما انا قلت لك يا نيفين ان ظروفي مش هتتغير، بس انا والله بشتغل على نفسي. تشتغل على نفسك ازاي وانت مسؤول ليل نهار بالمنظر ده؟ صدقيني هشتغل على نفسي. هو انت بدات تتغير فعلا، زمان كنت بتنزل على ملا وشك من غير ما تعبرني.
صدقتيني بقى؟ نص نص. عايز نصدقك بجد؟ نتجوز. نتجوز مين؟ بصي يا نجين، أنا هبقى أسعد راجل في الدنيا لو أنت قبلت تتجوزيني، بس لازم أروح أخلص اللي ورايا دلوقتي، معلش. ماشي. سلم. بحمد ربنا اني قاعده وسطكم النهارده. انا عايزه ابقى زي مريم. اللهم منحني السكينة لأتقبل الأشياء التي لا أستطيع